وقعت الشاطر بألف. شبورة وراني دوت لأشيك توصلك بالتاكس. استنى هنا، انت مين يا ابن انت؟ مش هقول لك رايحين بيه. لحد دلوقتي ما قلتليش انت مين؟ عملت معايا كده ليه؟ رد الجميل واجب رايحين بيه. جميل؟ جميل ايه؟ انا عملت معاك جميل امتى؟ امتى لا يمكن هتفتكره، لكن انا بقى جميلك ده ما فارقنيش بقاله 15 سنه. قتب وطالع لي بين كتافي بعد عنك. بس انا ما اعرفكش ولا عمري شفتك قبل كده. الدنيا تلاقي اديك شفتني يا سيدي. عشان اريحك ودماغك ما توديش وتجيب، من 15 سنه كنت انت ورجالتك في مصلحه في ليبيا، واحد من رجالتك اتذبح هناك قدام عينيكوا، وكل اللي معاك قالوا لك نرجع، نسيبه مرمي في الجبل هيبقى حمل هيطلونه. انت الوحيد اللي مرضيتش وشلت جتته على كتفك وراسه على كتفك، وصلت بيه لغايه هنا ودفنته وسط حضن امه وابوه. يبقى قاتب ولا مش قاتب؟ انت زين اخو اشرف العافيه. اه انا زين اخو اشرف العافيه. اظن كده بقى الجميل اترد، وعلى الاقل دلوقتي اقدر امشي رافع راسي قدام اخوات البنات. حتى طب يلا تعالى معانا قبل ما حد يجي. لا 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 انت وسعت منك، انت فهمتني غلط. انت كان ليك عندي جميل، والجميل انا ربيتهولك، ولحد كده واستوب. وما تاخذنيش انت زي اخوك كبير، انا اسف يعني. سكتك غير سكتي. عندك حق، بس مسير الحي لا اذا فضل حي عشان يفضل حي، لا يظلم ولا يفتري ولا يقهر مهما كان عافي وقوي. دايما خلي الجملتين دول في دماغك رايحين بيه. لا يظلم ولا يقهر ولا يفتري. كل ما تنسى الجملتين دول افتكر اشرف. الجد على الكتف والدماغ على الكف. يلا الحق، انت صاحبك مالكش دعوه بيا. انا هعرف اسلك نفسي، بس خليك فاكر لا يسلم ولا يقهر ولا يفتري. ايه في ايه؟ مالكم ملهوفين على ايه؟ يا نهار اسود حلمي، في ايه يا اخويا؟ في ايه؟ قلنا راكبين موتوسيكل واتقلب بينا. موتوسيكل ايه ده؟ شكلها خناقه ولا ايه؟ مفيش كويس. انا كويس. طب تعالى 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 بس، حاسب حاسب بقى. روحي هاتي شاش وقطن ومطهر من جوه. شاش ايه وقطن ايه؟ الجرح كبير عايز يتخيط. وربنا قلت لهم نطلع على المستشفى، هما اللي مش مقتنعين. اسمع الكلام اللي بقول لك عليه. يلا اسمع كلامي بس انت المره دي، الجرح كبير عايز دكتور. انت هتسمعي الكلام ولا اسيب البيت واهون من وشك؟ يلا. حاضر حاضر. هو انا بقول حاجه غير حاضر؟ Thank you.
والله ما عملت حاجة يا باشا. هو مصحف ما عملت حاجة باشا. كل الناس هنا بتقول انها كانت حرب. وطبعا حلمي ورحيم ما لهمش يا ياسر لحد دلوقتي. لا شويه كده يا ريس هنمشط المكان وهنجيبهم ان شاء الله. اشك رحيم كان بيعمل عندك ايه في البيت؟ والله العظيم يا باشا انا ماليش دعوه بالحوار ده. كل اللي حصل ده ماليش دعوه بيه. ده انا شفت الموت النهارده بعينيا والله العظيم كنت هبوه. بتشتغل يا بنت؟ ممثله. بشتغل ممثله. ممثله؟ هتودع باشا عادل يا بنت؟ والله العظيم ممثله. ممثله في انهي كباريه؟ هتستعبطي يا بنت بروح امك ولا ايه؟ تعرفي رحيم منين؟ والله يا باشا ممثله. وبعدين انا ما عملتش حاجه اصلا. ده هو انا رحيم انا مرات اخوه والله العظيم ما عملت حاجه. خدوه على البوكس. على البوكس. بوكس ايه يا باشا؟ يلا عرفني بيرتع والنبي يا باشا. والله العظيم ما عملت حاجه. والله وايه اللي جابك علينا يا خميس؟ انت متاكد ان مفيش حد قطرك؟ يقتل مين يا باشا؟ وهو لا مؤاخذه يعني كان بيجري قدامي زي الفرخه المذبوحه. مين ده اللي كان بيجري زي الفرخه؟ رحيم؟ انت هتحاور عليا؟ اوعى يكون حد شافك او عارف انت مين. امي جت في عين حلمي ابن الجنيه وهو بيملص مني. بس هيروح مني فين؟ الله يخرب بيتك يا خميس. لكن هيعرف ان انا ورا الحوار ده. الله يخرب بيتك يا باشا. انفض ايدك من الحوار ده يا باشا. اللي بيني وبين رحيم انت مالكش فيه. انفض ايه وماليش فيه ايه؟ انت بقى عليك تلميذ. تلميذ؟ مش خميس الونش اللي اتقال له الكلام ده يا باشا. يا ابني افهم. رحيم هيعس وهيعرف ان في ما بيننا مصالح. وهيعرف ان انا ورا كل اللي حصل. مش محتاجه فكاك يا قاور. انت قاعد تعمل ايه؟ قوم على الطلاق. قوم وما تصلش بيا خالص. واوعى تكلم مدام امينه. يلا تيجي على الله. تمام يا سيد بيه ومن غير سلام. يلا غور. انا مش مصدقه ان الموضوع ده يحصل النهارده بالذات. ده حد قاصد يدمر حياتي واسمي. اهدي بس يا دكتوره داليا وقولي لنا ايه اللي حصل في السنتر بالظبط قبل البوليس ما يجي. مفيش. انا جالي مكالمه من برايفت نمبر نفس الصوت اللي كلمني قبل كده وقال لي هربي. يا دوب قفل والبوليس دخل على طول. طيب التليفون اللي كان معاك ساعتها فين دلوقتي؟ التليفون اتحرز يا عماد بيه علشان هيتسلم من النيابه. اظن من حقنا نستلم التليفون بعد النيابه ما تخلص ولا ايه؟ اكيد طبعا يا عماد بيه. بس دي مش بتاعت عادل باشا. عادل باشا عارف طبعا ان الدكتوره ما ينفعش تبات في الحجز. ما تقلقش يا عماد بيه. اكيد عادل باشا عارف كل حاجه وعارف ان الدكتوره داليا ما تستحملش البهدله. انا ممكن ابيتها في اوضه الارشيف اللي جنبي بس ده بصفه مؤقته. ما تقلقش عادل بيه. اكيد سيادتك عارف ان ده كله سوء تفاهم وهيخلص قريب. ما تقلقش يا داليا. الشاش والقط. مش كنا خلصنا من الشقاوة بتاعت زمان وكفينا خيرنا شرنا؟ اخلصي عشان تشوف الجرح رحيم. انا تمام. شوف انت جوزك. ما هو انا الممرضة اللي جبتها ببلاش. بالراحة. الجرح ده عايز خياطة. طهري انت بس وهيبقى تمام. تخلصي. ربنا يخرجنا منها على خير. هتخرجي. هتخرجي هتخرجي. اطمني بس انت صفي النية شوية. حنان مش وقته الكلام ده. أمال وقته إمتى؟ لما أروح أجيبك من المسرحة؟ خلاص بقى. الحمد لله إننا اطمنا عليهم يا ماما. ماما؟ ده أنت قد أمي. كانت موجودة فخك. رجعتك قوي دي. اتكل على الله يا شبور. على النعمة أبدا. أطمن عليك الأول يا عم رحيم. يا ابن البيت كويس. اتكل على الله. ماشي. اللي تشوفه عظمته. تشكر يا ابني. تشكر يا حبيبي. احنا ناس أسرة. بنحط اللي بيقف معانا جوه عينينا. على راسي من غير أي حاجة. تسلم يا بابا. السلام عليكم. على السلامة يا حبيبي. على السلامة يا شبور. بالراحة. بعد الشر عليك. إن شاء الله عدوينك. أنا عاوزك تهدى كده يا ابني بقى وتحكي لي إيه اللي حصل.